حاله الحسين مشهد الحسين صوره الحسين يخرج من بيته ليلا يقصد قبر النبي يجلس عند قبره وهو يقول يا جداح انا ولدك الحسين انا ابنك الحسين انا صبتك ابن بنتك الذي خلفتني وتركتني في امتك فاشهد عليهم يا رسول الله انهم ما رعوني ولم يحفظوا قرابتي منك ثم صلى ركعتين وغفت عيناه قليلا عند قبر جد واذا برسول الله يعانق ولده الحسين ويقول ابا عبد الله ولدي يا نور عيني ان اباك وامك واخاك قد قدموا الي وهم مشتاقون اليك فالعجل العجل يا ابا عبد الله قال له الحسين يا جاد لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا ضمني عندك في هذا الضريح قال يا أبا عبد الله إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة ضمني عندك يا جد في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني استريح جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب واشاب الهم راسي قبل ايام المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحب مع الحسين ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين صوتك يا حبيبي يا ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا وكاني بلئيم من الاصل شمر يا ابا عبد الله وكاني بلئيم الاصل شمر قد علا جسمك الطاهر بالسيف يحز الودجين يا حبيبي يا حسين جميعا نور عيني بعد مرة يا حبيبي بارك الله نور عيني عظم الله جوركم ثم قصد قبر أمه الزهراء ودع قبرها ثم ودع قبر اخيه الحسن رجع الحسين الى داره اجتمع الهاشميون من حوله وقرر الخروج صباح ذلك اليوم يقول احد الاعراب دخلت الى المدينه يوم خروج الحسين منها واذا الرواحل تتجهز للرحيل نظرت الى دار الحسين واذا بامرأة تخرج من دار ابي عبد الله عن يمينها اسد ضرغام وعن شمالها كوكب دري ثم جاء بها الى هودجها قلت ايها الناس من هذه المعززه المكرمه التي تحرسها الاسود قالوا هذه زينب هذه زينب ابنه علي وفاطمه ومن الذي عن يمينها قالوا هذا اخوها ابو الفضل العباس والذي على شمالها ابن اخيها علي الاكبر نعم يا مؤمنين ويا مؤمنات خرجت زينب عليها السلام بتلك الحاله معززة مكرمة لكن كيف رجعت زينب إلى المدينة؟ رجعت لا حسين معها ولا عباس بعد بعد هناك أحد هناك تفاصيل كثيرة عن خروج الحسين منها أن الحسين صار ينادي أطفاله الواحد تلو الآخر يا فلان يا فلان يا فلانة يا فلانة لكن فاطمة العليلة ما سمعت صوتها صوت أبيها وهو يناديها جاءت إليه يا أبتاه ليش ما ناديت عليه قال يا بني أنت مريضة عليلة ما تستطيعين النهوض ما تستطيعين المسير خليك عند أم سلمة يا ابنتي وإذا وصلت العراق أرسلت إليك عمك العباس أو أخاك عليا قالت يا والدي كيف أصبر على فراقكم خذوني معكم أفرش لكم سجادة الصلاة قال ارجعي يا بني قالت اذا كان ولا بد خلوا عندي اخي عبد الله الرضيع قال ومن يصبر امه على فراقه رجعت تلك الطفله وأهلها خرجوا من المدينة وقفت فاطمة العليل دامعة العين منكسرة القلب وضعت يدها اليمنى على اليسرى عليل ذا دلالي خلص بالآه والونه أبو يحسين يقول الراوي صارت هاي الطفلة كل يوم تأتي إلى دار أبي عبد الله تنتظر خبرا منهم موعدها الحسين سأرسل لك العباس أو أخاك علي تجي من دار ام سلمة الى بيت ابيها تجلس من الصباح الى المساء يوم من الايام جالسه عند باب الدار واذا بها رات خيالا من البعيد يحمل علمًا اسودا لما رأت العلم الأسود خفق قلبها، دمعت عينها وصارت تراقب ذلك الفارس إلى أن وصل إلى أمام دار الحسين نادى برفيع صوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. فأدمعي مدرار صاحت فاطمة العليلة يا ناعي أيها الناعي طفلي هنيهة وقف الناعي بشر ابن حذلم من أنت وماذا تريدين قالت أنا يتيمة الذي تنعى أنا فاطمة العليلة التي تركها أبوها في المدينة أول انا لقعيد على درب الضعون وسايل اليرحون ويجون كل من الى غياب يلفون وانا باللحد مدفون اي اي وانا غايب باللحد يا اي مدفون لضيق الوقت هاي الروايه واسالك الدعاء قرات لك كيف خرجت زينب من المدينه لكن رجعت الى المدينه لا اخوه معها وقد غيرت محاسن وجهها لما راها اخوها محمد ابن الحنفيه قال انت زينب الهاشميه انت العلويه الطالبيه تقل لي يا اخوي يا حقك ما عرفتني لأن المصايب غيرتني غيرتني نزلا على عيوني وعمتني مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا الدعاء بعد مجلس الحسين مستجاب إن شاء الله ندعو لإمام